ينضم إلينا مباشرة من بريتوريا سفير الجمهورية العربية الصحراوية في جنوب إفريقيا بيصت محمد جسلم. أهلا بكم. مساءكم سعيد سيدتي الفاضلة، ومساء سعيد لكل مستمعين الأكارم. أهلا. إذن في البداية، ما الذي تمثله بالنسبة إليكم هذه الانتصارات الدبلوماسية للقضية الصحراوية من خلال مشاركاتها في مختلف القمم القارية وكذلك الدولية؟ مشاركة الجمهورية الصحراوية في كل المواعيد الإفريقية هو التزام للجمهورية الصحراوية تجاه واجباتها كدولة كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. نعم. الجمهورية الصحراوية من الدول التي تقوم بشكل منضبط وملتزم ودائم بالوفاء بكل التزاماتها السياسية والإدارية والمالية تجاه كل نشاطات منظمتنا القارية، وتشارك في الاجتماعات على مستوى الخبراء، على مستوى الرؤساء، وعلى مستوى الوزراء. وهذا سلوك ينبع من إيماننا بهذه المنظمة، من اقتناعنا بها، ومن التزامنا بقراراتها والمذل التي تأسست عليها. نعم سعادة السفيرة، لا تعتقدون أن مشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في قمة الاتحاد الإفريقي للتصنيع تمثل امتدادا ربما للعزلة التي يعاني منها الاحتلال المغربي على المستويين القاري والدولي كذلك؟ والله الاحتلال المغربي وضع نفسه في ورطة. كان يشتكي من الكرسي الفارغ وغاب عن القارة الإفريقية لمدة 30 سنة أو 33 سنة، ثم جاء وصار يشتكي من الكرسي الحارق. فبين الكرسي الفارق والكرسي الحارق يحترق المغرب بسياسته التوسعية وبظلمه وبخروجه عن الشرعية وبتسفيه للمنظمة القارية وبتنكره للالتزامات التي عبر عنها عندما صادق على الإعلان التأسيسي للاتحاد الإفريقي. أعتقد بأن المغرب يجد حرجا كبيرا، فالنيجر دولة من منطقتنا، دولة من منطقة الساحل والصحراء، ويربطنا بشعبها وبحكومتها علاقات قوية وتاريخية، وهي استمرار للجزائر ولنيجيريا، وتربطنا بها عن طريق مالي، هي دولة مجاورة. وبالتالي غياب المغرب عنها ويعني تسفيه مشاركته وتقليصها الى الحد ينم عن العزلة الكبيرة والمتزايدة حتى في المحيط القريب في منطقتنا الذي هو الساحل والصحراء. طيب نعم، في سؤال أخير، كيف يمكن برأيكم استغلال مثل هذه المناسبات وكذلك القمم لشحذ ربما دعم أكبر للقضية الصحراوية وكذلك تعرية حقيقة الاحتلال المغربي وجرائمه في حق الشعب الصحراوي؟ العنصر الجديد في الزمن الذي نعيشه هو تطور وسائل الإعلام وتطور الرقمنة. الشعب المغربي الذي عاش لسنوات طويلة تحت زيف الدعاية والمغالطة الإعلام المخزني صار اليوم يرى بأم عينيه بأن ما يقوله المغرب، ما يقوله النظام المخزني، هو مجرد تهافت، مجموعة من الأباطيل والأراجيف التي لا أساس لها من الصحة. كل الزخم الدعائي الذي بنوه ضد تونس الشقيقة اليوم يرى التوانسة كما يرى المغاربة كما يرى الرأي العام العالمي بأنه هذه دعاية فارقة وبلا محتوى، وبأن المغرب المخزن يسوق الأكاذيب لشعبه ويسوق الأكاذيب للرأي العام العالمي التي لم تعد تصمد أمام تطور التكنولوجيا الرقمية وتطور الإعلام. طيب وصلت الفكرة. نعم، من بريتوريا سفير الجمهورية العربية الصحراوية في جنوب إفريقيا بيصت محمد يسلم، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم.